محطتنا التانية النهاردة هنزور فيها تلة بمحافظة المنيا أو تل الملوك، بلد الرئيس الراحل محمد أنور السادات والشيخ الطبلاوي، بعدد سكان يتجاوز 500,000 مواطن في 7 وحدات قروية أو 7 مجالس محلية. تلة أيضا حالها من حال كتير من مراكز الجمهورية، لكن النهاردة لفت نظري بعض التصريحات كده اللي خرجت عن السادة المسؤولين في مركز تلة بمحافظة المنوفية، منها مثلا تصريح السيد رئيس شركة مية المنوفية واللي قالك انه بيتابع مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في تلة واللي حلت كل المشاكل اللي بتقابل المواطن على مدار السنوات اللي فاتت. ده كان كلام الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة المية والصرف الصحي في المنوفية. بالمناسبة انا سعيد جدا ان المنوفية رئيس شركة الصرف الصحي مهندس ودكتور مش سيادة اللواء. اعتقد دي واحدة من المفارقات الغريبة. النهاردة كل رؤساء شركات المية في الجمهورية او معظمهم سادة لواءات، معظم رؤساء الاحياء سادة لواءات، معظم رؤساء المراكز سادة لواءات، معظم السادة المحافظين لواءات، لدرجة ان حتى وزير التنمية المحلية لواء. يبقى احنا كده ايه، قفلنا اللعبة. لكن عندنا مهندس ودكتور مهندس اللي بيقول الكلام ده. ده من اجمالي مشاريع ميه اتنفذت في المنوفيه لوحدها حسب كلام الحكومه، حسب كلام الدكتور المهندس، 1,400,000,000 جنيه. مليار و400 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحي المستدام. ده فين؟ ده في محافظه المنوفيه لوحدها. ضخامه هذا المبلغ وهذا الرقم، واللي الحكومه عماله تقول دفعنا وعملنا وصرفنا على المنوفية، فتشنا ودورنا كده على الرقم، اكتشفنا ان هذا الرقم قرض خدته الدولة باسم مركز تلة محافظة المنوفية من البنك الدولي والبنك الاسيوي لخدمة 16 قرية و16 تابع بمركز تلة تحت عنوان كده القرى الملوثة لفرع رشيد. يعني الحكومة ما دفعتش منه ولا مليم، ده قرض كده من القروض اللي بتطلعها بعض البنوك للمحافظة على البيئة، وقال لك ان احنا عندنا 16 قرية في مركز تلة، 16 قرية دول بيساعدوا او بيتسببوا في تلويث فرع النيل برشيد، خدوا 1,400,000,000 جنيه حلوا مشكلة الصرف الصحي في مركز تلة. وفعلا حكومة طلعت بقى ايه تتفشخر، وقال لك ان احنا عملنا مشاريع في محافظة المنوفية ب6,330,000,000 جنيه، من ضمنهم 1,400,000,000 جنيه بتوع مركز تلة. مفروض بقى بعد الفلوس بتاعة البنك الدولي وبتاعة البنك الاسيوي المواطن في تلة يحس ان الحكومة حلت له المشكلة. حكومة انت ما دفعتيش حاجة، ده الناس بعتلك من بره عشان تحل مشاكل تلة. البنوك اللي بره سواء البنك الدولي او البنك الاسيوي ضخ للحكومه المصريه باسم كده مركز تلة محافظه المنوفيه 1,400,000,000 جنيه من اجل حل ازمه ومشكله الصرف الصحي. الا ان حتى الان الخبر في نهايه أو في العام اللي فات بعد اكتر من سنتين على فلوس البنك الدولي، سكان تلة بالمنوفيه بيشتكوا من انتشار ميه الصرف الصحي. انتشار ميه الصرف الصحي بقى دي جمله كده عريضه او عنوان عريض لواقع شبكه الصرف الصحي في مركز تلة بالمنوفيه. شوارع غرقانه بالصرف الصحي، قرى محرومه حتى الان من خدمه الصرف الصحي، قرى كامله بتصرف الصرف بتاعها اما في الترع او في المصارف، المواطن لحد النهارده بيعمل الطرانش اللي تحت البيت بيهدد البيت وبيهدد حياته. من الطوخ واحده ايضا من القرى المحرومه من الصرف الصحي، لدرجه ان اهالي من الطوخ بيبعتوا رساله كده للساده المسؤولين بيقولوا لهم انجدونا، بيوتنا هتقع. بيوتنا هتقع ليه؟ عشان خاطر فشل شبكه الصرف الصحي اللي موجوده في بعض الاماكن ومش موجوده في البعض الاخر، فبنعمل الطرنشات والابيار اللي تحت البيت. على الرغم ان الحكومه او سياده النائب عن دايره تلة كريم طلعت السادات قال لنا ان الحكومه صرفت 36,000,000 جنيه لتدعيم خطوط الميه وانشاء محط الصرف بقريه طوخ. الكلام ده طبعا مجرد حبر على ورق،
ناس بتقول الحقونا انجدونا ساعدونا يا خلق، اهو بيوتنا هتقع فوق دماغنا. والسادة في الحكومة والسيد والسيدة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقول احنا صرفنا 36 مليون جنيه، وسيادة النائب قال لها شكرا كتر ألف خيرك. والواقع ان محافظة المنوفية او تلب المنوفية النهاردة عايمة على بركة صرف صحي. من سنتين كده في مدرسة اسمها مدرسة كوم الشيخ عبيد في مركز تلب قرروا يجددوا المستشفى، فبمجرد ما فحتوا او حفروا حفرة قدام المدرسة اتملت بمية الصرف الصحي بالشكل ده. حتى وقتها اتشكلت لجنة من الوزارة ولجنة من المحافظة. المفروض الطبيعي يعني انك لما تحفر في اي مكان يطلع لك مية جوفية، يطلع لك المية المضيفة اللي بتطلع من تحت الارض، لكن تحفر يطلع لك المية اللي لونها اخضر بالشكل ده صرف صحي. وقتها قالوا ان حتى مواسير الصرف الصحي اللي موجودة تحت الارض بسبب انها قديمة وما بتتغيرش اختلطت بالمية الجوفية، فاصبحت تالا النهاردة كلها المية اللي موجودة تحت الارض او تحت طبقات الارض مخلوطة بمية الصرف الصحي. الكمايشة في المنوفية غرقانة في الصرف الصحي. دي صور من داخل قرية الكمايشة اللي تبع مركز تالا، واللي الحكومة بتقول لنا انها دفعت مليارات، مش عارف ستة مليار جنيه على الصرف الصحي في هذه القرى. وللمواطن بيته وغيطه وارضه وزريبته ودكانه وجامعه ومدرسته، الكل غرقان النهاردة في الصرف الصحي. احكي لكم حدوتة من الحواديت اللي انت ايه وانت بتسمعها كده تقول ان البلد دي ما فيهاش مسؤول عنده ضمير. اه والله العظيم فيهاش مسؤول عنده دين بيحس بالمواطن الغلبان. البلد دي اسمها قرية او عزبة كفر ربيع بالمنوفية. الخبر ده من 2016، عايزك تعد معايا كده. اول خبر، لا ارجع لي تاني على الخبر الاول. الخبر بيقول لك مية الصرف الصحي بتغرق شوارع قرية كفر ربيع بالمنوفية. الخبر ده امتى؟ 2016. حطيني كده الصور بتاعة كفر ربيع، ودي شوارع القرية حالها كده من 2016. تقول لي يا عم انت جاي النهاردة تكلمني من 2016، احنا في 2023، مدفوق يابا. لا، تعالى اقول لك ان نفس القرية لكن في العام 2017 اللي هو بعد سنة قال لك قرية كفر ربيع بالمنوفية تعاني من غرق الشوارع بالمية الجوفية. في 2016 كانت غرقانة بمية الصرف الصحي، 2017 غرقانة بالمية الجوفية. شوف بقى 2020 شكوى من سوء الصرف الصحي بقرية كفر ربيع مركز تالا بالمنوفية. 16 17 18 19 في 2020 لسه المشكلة مكملة، وكأن الناس دي ملهاش حق. الناس دي ملهاش حق في الحياة. 2016 بيستغيثوا بالدولة، بيستغيثوا بالحكومة، رغم ان الحكومة بتقول انها عملت محطة صرف عندهم، لكن المواطن بيقولك ان المحطة زي قلت. حافظ المنوفية بيتابع تنفيذ مشروع صرف صحي كفر ربيع بتكلفة تصل 100 مليون جنيه، ولحد النهاردة بعد ال 100 مليون جنيه بتوع سيادة المحافظ لسه كفر ربيع زي ما هي، اما غرقانة في مية المطر او غرقانة في الصرف الصحي او غرقانة في المية الجوفية. وفلوس سعادتك ومليارات وملايين وبدل بتنزل تتصور، لكن بره كده على الشارع من بره عشان ما ينفعش تنزل جوه تعوص الجزم بتاعتها من المجاري اللي مالية الشوارع. ايضا منطقة بيمم، قرية بيمم اللي فقدت في 2019 خمسة من ولادها، ده نموذج حي لإهمال الدولة في ملف الصرف الصحي. خمسة صرف الصحي واقف مسدود على مدار اليوم والشهر والسنة. نزل مواطن بنفسه، حكومة مش موجودة، الدولة مش موجودة، نزل يسلك الصرف الصحي ما طلعش، نزل صاحبه ما طلعش، نزل كمان ثلاثة يدوروا عليهم، خمسة ماتوا من قرية واحدة تحولت القرية كلها لخيمة عزا أو سرادق عزا. معانا فيديو من أمام مستشفى تلا، وأهالي ضحايا بلاعة الصرف
بقرية بيمم أمام مستشفى تلا المركزي، والوجع اللي بيوضح قد ايه الحكومة ناسية الناس دي ومهملاها. نتابع. ده وضع الناس اللي موجودة في تلا، ودي بعض من الشكاوى والفيديوهات اللي وصلتنا، وبعض من الواقع اللي ناس كتير اتكلمت عنه وبعتت لنا رسائل، حاولنا ننقل بعض منه، لان الوضع النهاردة في تلا سيادة اللواء ابو لمون محافظ المنوفية ابراهيم ابو لمون، واللي بيتكلم كان بيتكلم قبل كام يوم ان الحكومة رفعت مستوى المواطن ومعيشة المواطن في محافظة المنوفية، وان الدولة حلت كل مشاكل المواطنين. يكفيك ان تعلم ان اهالي تلا النهاردة بيشربوا مية غير صحية، وبيسقوا اراضيهم او بيروا اراضيهم مية غير صحية، وده بشهادة الدولة محافظة المنوفية. وقبل ما نروح لشهادة الدولة، شفت الناس اللي ماتت وبتعيط دي؟ سيد المحافظ لما تمطع كده ومد ايده في جيبه وتكرم على اسر الضحايا، صرف 10,000 جنيه لكل ضحيه. المواطن النهارده فيك يا بلد ما يساويش 10,000 جنيه من وجهه نظر سياده اللواء محافظ المنوفيه. الخمسه اللي ماتوا بسبب اهماله واهمال شركه الميه واهمال المحليات. مش بس الخمسه، اهالي تلا مع الاسف كلهم النهارده بسبب عينات ميه مصرف تلا، واللي بيوصل لحد محافظه الغربيه، واللي مع الاسف هذا المصرف تحول لقنبله موقوته تحمل الامراض في اجساد المواطنين وفي اجساد التربه وقصدي وفي التربه وحتى في النباتات. يعني مش عايز اتكلم كتير عن تلا اللي في يوم من الايام كانوا بيسموها جنه المنوفيه، واللي في يوم من الايام كانت مفرخه للعلماء. لما تبص كده كم السفراء بتعيجي 8 وزراء وحوالي 13 وزير ومش عارف كام رئيس هيئه وكام سكرتير محافظه وكام محافظ، كل ده طلع من تلا، كل ده طلع من تلا، رئيس جمهوريه طلع من تلا، شيخ مشايخ عموم المقارئ المصريه الشيخ الطبلاوي طلع من تلا. ورغم كده تلا لحد النهارده بتعاني من اهمال الدوله، وبتفضح كذب الحكومه وكذب سياده المحافظ سياده اللواء. بتمنى سياده اللواء يبص بص على تلا، ينزل كده من مكتبه المكيف اللي موجود في شبين بقى او موجود الله اعلم موجود فين، ويروح لحد تلا، لكن يمشي في العزب، ما يقفش بره يتصور ويرجع يقول لك حلينا مشاكل المواطن.